بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالف خير وسعاده وجمعه مباركه عليكم يا رب. الحقيقه يا جماعه انا اخر واحد اتكلم في هذه المساله وحاولت اجمع على قد ما اقدر مجموعه معلومات عشان اقدر اقول الكلمتين في لقاء الوداد وفريق شبيبه القبائل الجزائري. ورغم ان انا واخد عهد على نفسي ان انا محاول بقدر الامكان ما اتكلمش في الموضوعات ديت ونحاول نصدر صوره ايجابيه، ولكن بصراحة الموضوع غريب وعجيب جدا جدا جدا، وهقول لك دلوقتي ايه اللي حصل لفريق الوداد اللي عنده ماتش النهارده مع شبيبة القبائل الجزائري في الجزائر طبعا زي ما حضراتكم عارفين. قبل ما ابدا كلامي يا ريت نعمل اشتراك في القناة اللي ما اشتركش ويفعل زر الجرس، ويا ريت تعملوا لايكات على قد ما تقدروا عشان الكلام ده يصل لكل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا على بركة الله. اكيد الناس كلها تابعت امبارح اللي حصل لبعثة فريق الوداد المغربي اول ما وصل للجزائر، وحاجة غريبة جدا الطلب منهم عدم تصوير اي شيء. يعني ايه عدم تصوير اي شيء؟ هقول لك كل حاجه بالتفصيل واحده واحده، على الرغم النهارده في زحمه مباريات والزمالك برضه هيلعب، ولكن لازم اطلع مع حضراتكم اوضح الصوره الغريبه اللي حصلت لفريق الوداد وللبعثه بالكامل. هنقرا مع بعض الخبر ونعلق عليه. وصلت بعثه فريق الوداد الرياضي الى الجزائر ليل الاربعاء لملاقاه فريق شبيبه القبائل في مباراه تندرج في اطار الجوله الثانيه من دوري مجموعات دوري ابطال افريقيا. وحلت البعثة الودادية بمطار هواري بالجزائر العاصمة بعد رحلة مرت عبر تونس بسبب إغلاق الخط الجوي المباشر من المغرب لفة زي ما حضراتكم عارفين، وده نفس اللي كان هيحصل مع المنتخب المغربي للمحليين اللي رفض المشاركة في الشان المحلي بسبب نفس موضوع اللفة دي. وفي السياق ذاته صادر أمن المطار معدات التصوير بالتصوير الإعلامية، واخدين معدات لتصوير الفريق وللأجواء الإعلامية. تغطية سفر الفريق صدروها بالكامل واحتفظ بها إلى غاية موعد العودة ومغادرة البعثة. يعني فريق الوداد والبعثة مش هتاخد معدات التصوير إلا وهي راجعة بسلامة الله بقى للمغرب مرة تانية. معدات تصوير لأي نادي في الدنيا لما بيسافر ومعاه منظومة إعلامية، المنظومة دي وظيفتها تصور تحركات البعثة وتاخد لقطات كده عشان تنزل على المنصات الإعلامية وتنزل على الصفحات الرسمية للأندية، عمر ما كان فيها ضرر ولا عمرها أثرت بأي شكل من الأشكال. المهم إن هم صدروها. تعال نكمل الآخر. للعلم هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها البعثات الرياضية المغربية للمضايقة. السبق أن منع وفد إعلامي مغادرة مطار وهران أحمد بن بلة لتغطية المشاركة في الدورة 19 من منافسات ألعاب البحر المتوسط شهر يونيو من العام الماضي. طبعا الوداد هيلعب النهاردة مع شبيبة القبائل الساعة 8 بتوقيت المغرب 9 بتوقيت مصر في استاد 5 جولي، وطبعا يا جماعة حاجة صعبة جدا. على الناحية التانية فريق الوداد و الرئيس النادي كان ليه رد كبير جدا على اللي حصل واصدر بيان منذ ساعه بالظبط من دلوقتي. يعني احنا دلوقتي في مصر، دلوقتي الساعه في مصر الساعه 3، البيان ده صدر الساعه 2 بتوقيت القاهره. اصدر فريق الوداد الرياضي لكره القدم بلاغا يخص جماهيره قبل المباراه التي ستجمعه بشبيبه القبائل. بلاغات وبيانات وموضوع علشان ماتش كوره ما اعرفش في ايه. لحساب الجولة الثانية، وأوضحت إدارة الفريق الأحمر أن النادي يدعو جماهيره إلى عدم الانسياق وراء أي استفزازات تجره للخروج المباراة من سياق التنافس الرياضي حسب ما رآه وتفرضه القوانين المنظمة للمسابقة. وأكد الوداد خلال البلاغ نفسه حرصه على احترام بقاء المنافسة الرياضية في سياقها دون إقحام أي عوامل أخرى. برضو رد هادي ومنطقي وعاقل من إدارة فريق الوداد اللي طلبت جماهيرها بالهدوء، لأنهم عارفين الجماهير متضايقة وبتستهجن اللي بيحصل من طبعا لفة عن طريق تونس ثم الدخول ثم كمان معدات التصوير تتاخد بدون أي سبب. وواصل بلاغ الوداد تدعو إدارة النادي كافة الجماهير الودادية إلى الامتناع عن متابعة المباراة من مدرجات الملعب اللي هو الوينرز، ما يحضروش. طبعا الوينرز تعرفينهم مطرقعين ما بيستحملوش الكلام ده. فإدارة فريق الوداد قالت للوينرز ما تجوش، بلاش انتوا دلوقتي، لأن الوينرز ممكن يجوا هيحصل أي مشادات والوينرز ما بيسكتوش. طبعا انتوا عارفين ان التراس الوينرز المساند للوداد اصدر بلاغا اكد فيه عدم التنقل للجزائر بسبب تفادي اي مشاكل بين البلدين، لان زي ما جيت قلت لكم ان الوينرز عصبي جدا ومش هيستحمل هذه المضايقات. فبرضه الوينرز الودادي حاول يتجنب الدخول في اي مشاكل وقال لك خلاص احنا مش مسافرين. وطبعا اداره فريق الوداد اكدت على الموضوع ده، لا ما تجوش يا جماعه، خلونا نهدى لما نشوف الامور دي رايحه لحد فين. حاجه تحزن. وكل الدعم لأي حد بيتعامل بمنتهى الاحترام والرقي، وكل الحزن كل الحزن لأي حد بيتعامل عكس كده.
انا نقلت لكم الصوره بشكل كامل والله، وانا حزين ان بلد عربيه يحصل معاها كده، وان الموضوع يبقى بيتضيق بهذا الشكل. وانا عارف ان جمهور الوداد يبعت لي كتير جدا، وانا حزين، ومن امبارح مش عايز اطلع، كل المنصات اتكلمت، ولكن انا حاسس بيكم، وخايف ان الواحد برضه هو في لحظه انفعال يقول كلام. يعني يا رب المباراه وتعدي والسلام، مباراه وتعدي، ونفس المشاعر اللي عند جمهور الوينر زي نفس المشاعر اللي عندي، اللي هو حزن على الموضوع، لازم يتاخد بسلاسه اكتر من كده وبهدوء. دي كره قدم، دي كره قدم، مش مستاهله، مش مستاهله. ولكن عجبني في البيان قبل ما اقفل بيان مهم جدا، بص الجمله ديت، قال لك المغرب اولا، والمغرب بطل افريقيا، والمغرب الاول في اي مسابقه، وكانهم بيردوا هيبه المغرب، بيقول لهم يا جماعه انتم في حته فوق، فما تحاولوش تنزلوا لهذه الصغائر، وما تردوش، وخليكم زي ما انتم، المغرب اولا، واحنا الابطال، واحنا معروف مكانتنا فين ووضعنا فين. دي كانت الصوره بشكل كامل قبل مباراه الزمالك حتى ما تابعها، حبيت يعني اكون مشارك فيها مع حضراتكم، وانا كل حزن، وان شاء الله باذن الله المباراه تعدي على خير. ودايما يعني خلينا احنا اللي بنتعامل دايما بالشياكه والاحترام، زي ما المغرب معودنا دايما انها تكون سباقه في حاجه زي كده. السلام عليكم.